السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. معكم الدكتورة نهى غريبة، طبيبة أنف وأذن وحنجرة بمشفى المواصفات. حابة أولا نهنيكم بقدوم شهر رمضان المبارك، عاده الله عليكم باليوم والبركات. موضوع اليوم إن شاء الله حنتكلموا عليه مشاكل الأنف والأذن والحنجرة اللي ممكن تواجه الناس في شهر رمضان المبارك. احنا نعرفوا أن في شهر رمضان طبعا موضوع الصيام في بعض الناس تضايق من مشكلتين أساسيات. المشكلة الأولى اللي هي قصة جفاف الحلق اللي تصير، واللي عندنا هلبة ناس يعانوا منها المشكلة هذه. والحاجة الثانية بحكم أن شهر رمضان السنة هذه حيجينا في فصل الربيع، فالناس اللي تعاني من حساسية الأنف حتى هي حيكون عندها شوية تساؤلات بالنسبة لشهر رمضان. نبدأ بالمشكلة الأولى اللي هي جفاف الحلق. بالنسبة لجفاف الحلق طبعا احنا بالنسبة لنا احنا كأطباء ليه هلبة أسباب. الأسباب الأساسية اللي هي الالتهابات المزمنة في الحلق. الالتهابات المزمنة في الحلق طبعا لها هلبة أسباب. السبب الأكثر شيوعا أو المتداول عندنا هي مشاكل ارتجاع المريء أو اتساع المريء أو اتساع فم المعدة. الناس اللي تعاني من المشكلة هذه أو ارتجاع المريء يبدأ عندهم التهابات متكررة في الحلق بصمد بسبب الحمل طبعا اللي من المعدة يركب فوق للحلق، يسبب لنا التهابات متكررة في الحلق. والالتهابات المتكررة هذه ينتج عنها التهاب مزمن في الحلق، والالتهاب المزمن ينتج عنه جفاف في الحلق. المشكلة الثانية اللي ممكن تسبب التهابات مزمنة في الحلق هي التدخين. الحاجة الثانية التهابات الجيوب الأنفية وما ينتج عنها من إفرازات تنزل في سقف الحلق أو تنزل في الأنف. من تالي المواد هذه حتى هي تسبب في التهابات مزمنة في الحلق. طبعاً احنا في الأيامات العادية من غير شهر رمضان ممكن ما نحسوش فيها المشاكل هذه هلبة بحكم شرب المية. لما نشرب المية نحسوا أن الجفاف يتحسن، لكن في شهر رمضان بسبب موضوع الصيام تبدأ المشكلة هذه بارزة أكثر. فالمفروض أن احنا خلال شهر رمضان أول حاجة إذا كان عندنا أي مشكلة صحية نقدروا نعالجوها أو نقدروا ناخذ لها علاج، مفروض أن هي تتعالج. زي مثلا مشاكل والتهابات الجيوب الأنفية مفروض أن المريض يداوم على علاج الحساسية وعلاج التهابات الجيوب الأنفية باش ننقص من التهابات الحلق. الناس اللي عندها إفراط في التدخين مفروض أن هي تحاول تنقص من التدخين قدر الإمكان باش ما تصيرناش حكاية جفاف الحلق. المشكلة الثالثة اللي هي مشاكل التهابات المعدة وارتجاع المريء، المفروض أن المريض يتابع عند دكتور الجهاز الهضمي باش يعرف العلاج اللي مفروض يتاخد وكيف طريقة الأكل الصحية اللي مفروض تكون في شهر رمضان، واللي مفروض أن الناس هذه تعرف أن حكاية السحور هذه لازم يكون سحور خفيف ولازم ما يكونش قبل النوم مباشرة باش نخففه من حكاية الارتجاع ونقصه من مشكلة التهابات الحلق المزمنة. بالإضافة إلى النصيحة الأساسية في الموضوع هذا اللي هي الإكثار من شرب المية باش نقصه من الجفاف قدر الإمكان. المشكلة الثانية اللي ممكن تواجه الناس خلال شهر رمضان المبارك السنة هذه بحكم أن شهر رمضان جاي في فصل الربيع، فالناس اللي تعاني من حساسية الربيع وحساسية الأنف والجيوب الأنفية حتعاني من المشكلة هذه حتى خلال شهر رمضان. فهنا عندنا بعض النصائح المفروض أن احنا المريض ياخذ بها خلال شهر رمضان. أول حاجة بالنسبة لحساسية الربيع مفروض أن المريض يكون بادي في العلاج من قبل شهر رمضان باش تخف الأعراض خلال الشهر المبارك وما يعانيش من حكاية التهابات الحلق المتكررة وجفاف الحلق. الحاجة الثانية بالنسبة لعلاج الحساسية، احنا نعرف عادة أن علاج الحساسية أو بخاخات الأنف الموضعية مفروض أن طريقة علاجها أو طريقة استخدامها تكون مرتين في اليوم في الصبح وفي الليل، لكن طبعا خلال شهر رمضان رجيم العلاج حيختلف، حيتاخذ وقت الإفطار ووقت السحور باش نجنبوا أن احنا البخاخ هذا حتى لو نزل في الحلق ما يسبب لناش أي مشاكل. فضروري ضروري ضروري مريض الحساسية خلال شهر رمضان ما يتوقفش على العلاج متاعها باش نحاولوا ننقصوا من التهابات الحلق قدر الإمكان وننقصوا من جفاف الحلق، لأن راهو المواضيع هذه كلها متعلقة ببعضها، عبارة عن سلسلة مربوطة كلها في بعضها. مشاكل الحساسية ومشاكل ارتجاع المريء هذه كلها تؤدي بالتالي إلى التهابات حلق مزمنة. التهاب الحلق المزمن هو بالنتيجة حيؤدينا إلى جفاف الحلق واللي مزعج لأكثر المرضى.
في عندنا مشكلة ثالثة حتى هي ممكن تسبب لنا التهاب مزمن في الحلق وجفاف في الحلق، اللي هي الناس اللي عندها مشاكل في التنفس أثناء النوم، الناس اللي عندها انسداد في الأنف لأي سبب، الناس اللي تعاني من شخير المزمن أثناء فترة النوم، هذه حتى هي حتنوض الصبح تعاني من جفاف في الحلق. فزي ما قلنا إذا كان المريض يشكي من أي مشكلة صحية مفروض أنه هو يكون بادي في العلاج وبادي في التشخيص وبادي في علاجه من قبل شهر رمضان، بحيث أنه هو خلال الشهر الفضيل ما يعانيش من أي مشاكل. نتمنى إن شاء الله أنكم أنتم تكونوا استفدتوا من النصائح اللي قدمناها لكم خلال هذه الحلقة، ونتمنى لكم إن شاء الله شهر مبارك، وإن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين، كل عام وأنتم بخير.